نوبيليس معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجواء ربيعية تبقى تميز كافة التراب الوطني، وما سيميز دائما هذه الفترة الانتقالية ونشاط الخلايا الرعدية التي ستخص تقريبا كل الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تكون أقل حدة نحو منطقة الأوراس. الأمطار الرعدية ستخص الهضاب الغربية وكذلك الوسطى خلال الظهيرة بحول الله، ثم تنتقل تدريجيا نحو منطقة الأوراس. أجواء مشمسة على العموم بالمناطق الساحلية، حتى المناطق الجنوبية هي الأخرى ستخصها خلايا رعدية من منطقة الصورة خاصة بشمال الصحراء، هنا احتمال أمطار محلية. تبقى سحب من النوع العالي تغطي مناطق أقصى الجنوب إلى غاية أقصى الجنوب الشرقي، مرفوقة بخلايا رعدية نحو الجنوب الغربي ونشاط بعض الزوابع الرملية المحلية. عن الحرارة القصوى ستعرف ارتفاع تصل إلى 25 درجة بالعاصمة بوهران، بالبيض كذلك بالجلفة ترتفع بتيزي وزو تقارب 28 درجة، 29 درجة بقسنطينة، في حدود 30 درجة بباتنا وسطيف، ترتفع أكثر نحو المناطق الداخلية الغربية 34 درجة كعلى مقياس بمعسكر غليزان، كذلك بعين دفلة لن تتعدى 21 درجة بالنسبة لعنابة وسكيكدا. أما جنوبا مقاييس ما بين 31 إلى 33 درجة بشمال الصحراء بالثورة، بمنطقة الواحات في حدود 30 درجة بتمن راس ترتفع إلى 34 درجة، هذا بإليزي بجانات، وترتفع أكثر نحو تندوف إن صلاح إلى غاية أقصى الجنوب مقاييس ما بين 38 إلى غاية 42 درجة. إذا تبقى أجواء حارة تميز كل هذه المناطق. الحرارة خلال ليلة اليوم هذه الليلة بحول الله ستتراوح ما بين 11 إلى 13 درجة نحو كل المناطق الساحلية، مقاييس ما بين 12 إلى 15 درجة بالمناطق الداخلية، 20 درجة ببسكرة بالواد بالمغير بورقلة، نفس المقياس بغردايا، 18 درجة ببشار، 21 درجة بإليزي، كذلك بإناميناس حتى بجانات، نفس المقياس بإن صلاح ترتفع إلى 23 درجة من تندوف نحو إنقزام. البحر خلال نهار اليوم سيكون قليل الاضطراب إلى هادئ، وهذا على طول الشريط الساحلي، حتى الرياح ستكون ضعيفة تماما عن وقت غروب الشمس. على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 مساء و29 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، طاب يومكم وإلى اللقاء.